حلقتنا النهارده هنتكلم عن تاريخ مصر طبعا العريض جدا في المشاركات الاولمبيه اللي بدا في اولمبياد 1912 في ستوكهولم حتى اولمبياد طوكيو الماضيه 2020. التاريخ المصري في المشاركات الاولمبيه ضخم جدا، وانا بكلمكم من قلب التاريخ في قلب المتحف المصري الاولمبي. وزي ما اتكلمنا ان اول مشاركه كانت في ستوكهولم في اولمبياد 1912، وكانت البعثه المصريه مكونه من لاعب واحد فقط وهو لاعب السلاح احمد حسنين. زينت البعثة المصرية مشوار مشاركاتها ب 38 ميدالية متنوعة في الدورات الأولمبية منذ الظهور الأول في أولمبياد ستوكهولم عام 1912 وصولا للمشاركة الأخيرة في أولمبياد طوكيو 2020 والتي شهدت تحقيق العدد الأكبر من الميداليات. سجلت البعثات المصرية حضورها في 23 نسخة من الدورات الأولمبية، كانت البداية في ستوكهولم عام 1912، ومثل مصر فيها لاعب منتخب السلاح أحمد حسنين، وظهرت الميداليات المصرية لأول مرة في أولمبياد أمستردام عام 1928 من خلال 4 ميداليات بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزية. واستمرت المشاركات المصرية منذ ذلك الحين دون انقطاع باستثناء دورتين فقط، الأولى عام 1932 في لوس أنجلوس والثانية عام 1980 في موسكو. وتطور حجم المشاركة المصرية في الدورات الأولمبية من حيث أعداد اللاعبين واللاعبات، وفرضت 10 ألعاب سيطرتها على ميداليات البعثات المصرية، وكان نصيب الأسد لرفع الأثقال ب14 ميدالية متنوعة بواقع 5 ذهبيات و3 فضيات و6 برونزيات. والبداية كانت من خلال ذهبية السيد نصير في أولمبياد أمستردام عام 1928، وآخرها برونزية سارة سمير في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016. وجاءت المصارعة في المركز الثاني ب8 ميداليات بواقع 2 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات. كانت البداية مع ذهبية إبراهيم مصطفى في أولمبياد أمستردام عام 1928 وصولا لبرونزية محمد إبراهيم كيشو في أولمبياد طوكيو 2020. وسجلت مصر أفضل ترتيب لها داخل الدورات الأولمبية في أولمبياد برلين عام 1936 بعد أن احتلت المركز 15 ب5 ميداليات متنوعة بواقع ذهبيتين وفضية وبرونزيتين، في حين احتلت بعثة مصر الترتيب 80 في أولمبياد بكين 2008 ببرونزيتين فقط من خلال هشام مصباح في الجودو وعبير عبد الرحمن في رفع الأثقال. وعلى مستوى عدد الميداليات، سجلت البعثة المصرية رقما قياسيا خلال مشاركتها في أولمبياد طوكيو 2020 بعد أن نجح أبطالنا في حصد 6 ميداليات بواقع ذهبية حصدتها فريال أشرف في الكاراتيه وفضية لأحمد الجندي في الخماسي الحديث و4 برونزيات لمحمد إبراهيم كيشو في المصارعة وسيف عيسى وهداية ملك في التايكوندو وجيانا فاروق في الكاراتيه. والمثير في الأمر أن الألعاب الجماعية رغم كثرة مشاركتها في الدورات الأولمبية إلا أنها لم تنجح حتى الآن في حصد أي ميدالية، وكان الإنجاز الأبرز هو احتلال منتخب كرة اليد المركز 4 في أولمبياد طوكيو 2020 بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من حصد الميدالية البرونزية. تاريخ طويل من المشاركات وسجل مميز من الإنجازات، وأبطال كتبوا أسماءهم بأحرف من نور، ومشاركة منتظرة في أولمبياد باريس تحمل كل الآمال والطموحات بتحقيق المزيد من النجاحات. وزي ما تابعنا مع بعض تاريخنا في المشاركات الأولمبية مشرف جدا، وبعد ما أقيمت أول دورة ألعاب أولمبية 1896 في أثينا، كانت اللي بعدها 1900 في باريس، اللي بعدها 1904 في سان لويس، بعد كده 1908 في لندن جاءت أول مشاركة مصرية في الدورة الأولمبية الخامسة 1912 في ستوكهولم.